الولايات المتحدة الأمريكية في كامب ديفيد، معي نائب مدير مكتب التواصل الإعلامي في وزارة الخارجية الأمريكية السيد جوشوا بيكر. سيد بيكر، نرحب بك في هذه الحلقة من برنامجنا، وأسألك هواجس الخليج والتخوف من الخطر الإيراني، برأيك ما الذي يمكن أن يقدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتهدئة هذه الهواجس ولطمأنة الخليجيين؟ يعني أول شيء أنا أريد أن أرحب بكم وأرحب بمشاهدينا الكرام من قناة الحوار في كامب ديفيد. أنا الآن متواجد في ولاية ماريلاند في منتجع كامب ديفيد مع الرئيس أوباما ومع قادة الخليج. أنا أريد أن أقول أن يعني أولا هذه القمة هي تاريخية، يعني هي فرصة ذهبية للرئيس أوباما ليتحدث مباشرة مع نظرائه الخليجيين، وهو يريد أن يحقق 5 أشياء في الحقيقة خلال القمة. نعم، ما هي؟ هو يريد يخبر، يعني هو يريد أن يخبر حلفائنا الخليجيين بأخير التطورات في المفاوضات النووية مع إيران، وبعد ذلك سوف ينتقل إلى بحث استراتيجية التحالف الدولي لهزيمة والقضاء على داعش، وبعد ذلك هو يريد أن يسمع ويستمع مباشرة إلى المبادرات والأفكار من قادة الخليجيين لحال الأزمات في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا، وبعد ذلك هو يريد أن يبحث استراتيجية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ورؤية للمرحلة من بعد الاتفاق النووي مع إيران، وعلى أساس هذه المرحلة سوف تكون العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية. طيب سيد بيكر، يعني دعني يعني أسألك عن الأهم والأساس، هو له الذي ذكرته استراتيجية ما بعد الاتفاق النووي الذي فعلا تدور معظم التحليلات حوله. هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم لدول الخليج الضمانات الأمنية الكافية التي يمكن أن تطمئنها على الخطأ من الخطر الإيراني؟ أولا أعتقد الرئيس أوباما سوف يقول بأن الضمانات الأمريكية موجودة على الأرض، يعني أولا وفي الخليج العربي، ونحن لا نتكلم عن أقوال بس فحسب ولكن عن الأفعال، يعني هناك أكثر من 35,000 جندي أمريكي متواجد الآن يعني في الخليج، هم يقومون بعملية عسكرية حقيقية بتعاون مع حلفائنا الخليجيين. هناك ضربة جوية من العربية، من الإمارات العربية المتحدة، من السفن المتواجدة في الخليج العربي، هناك القاعد والقواعد في الكويت وفي دوحة. الولايات المتحدة موجودة في المنطقة وما تركت الخليج العربي والنفوذ الأمريكي للإيرانيين. طيب، ولكن المعاهدة الأمنية تحديدا، هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تبرم معاهدة مع دول مجلس التعاون الخليجي تتعهد فيها بضمان أمنها في المستقبل؟ نعم، أوكي، أنا فهمت النقطة، وأنا أعرف أن هناك الكثير من المحللين الذين يقولون بأن دول الخليج تحتاج إلى شيء مكتوب. الاتفاقية النووية مع إيران سوف تكون شيء مكتوبة، ولكن لماذا مكتوبة؟ مكتوبة لأن ليس هناك أي ثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الضمانات العسكرية الموجودة بين حلفائنا الخليجيين والولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى أكثر من 70 عام، أكثر من 7 عقود. بعد هذه الضمانات مكتوبة وبعدها غير مكتوبة، لأن هناك ثقة بين حلفاء، ولذلك لا أعتقد أن الرئيس أوباما اليوم سوف يركز على يعني شكل الضمانات، يعني كتابة غير كتابة، هو سوف يركز على محتوى the content، يعني الضمانات وكيف من الممكن أن نعزز ونقوي العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون الخليجي. طيب، يعني الآن معاهدة مكتوبة، أفهم بأنه أمر غير وارد من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن طلبت دول الخليج العربي ذلك. ما فهمت يعني السؤال بالضبط، يعني لا أقصد أنت تقول بأنه الآن الثقة موجودة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، فلا حاجة إلى ضمانات مكتوبة كشكل معاهدة أمنية لضمان أمن الخليج، هل هذا ما تقصده؟ لا، يعني أنا أقصد أن يعني مثلا المملكة البحرينية مثلا
تستضيف الأسطول الخامس. يعني هناك الكثير من الضمانات العسكرية داخل الاتفاقية مع البحرين مكتوبة، هناك ضمانات، يعني هناك الأشياء مكتوبة كثيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة مثلا، لأن تستضيف الإمارات العربية المتحدة أيضا عدد كبير من الجنود الأمريكيين، ولكن ليس مع المملكة العربية السعودية المكتوبة مع المملكة العربية السعودية. يعني هذا أقصد، يعني أنا هناك طيب. لا، إذا كان هناك يعني طلب حقيقي من قادة الخليج باتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، طبعا الرئيس أوباما سوف يدرس هذا، ولكن يعني أول شيء لازم يحصل على يعني طلب رسمي من قادة الخليج. طيب، سؤالي السيد بيكر الآن للملفات الشائكة التي ربما من أعقدها الملف السوري ثم اليمني، هل تعتقد بأن تخرج هذه القمة بخطوات عملية ومحددة كيف يمكن أن يساهم الأمريكان مع دول مجلس التعاون الخليجي بحل هذه الأزمة؟ نعم، هذا الأمل. نعم، وأعتقد أن الرئيس يريد هذا، وأعتقد هو سوف يستغل يعني هذه القمة لتوحيد المواقف الأمريكية والخليجية. طبعا هناك الكثير من الكلام حول الاختلافات او شبه اختلافات بين الولايات المتحده الامريكيه ودول الخليج، ولكن هناك في الحقيقه خلال 4 سنوات 5 سنوات يعني الماضي كان هناك يعني نوع من الخلافات بين دول الخليج نفسها. لذلك اعتقد الرئيس اوباما هو يريد ان يستخدم هذه الفرصه، فرصه ذهبيه وتاريخيه لتوحيد المواقف او الولايات المتحده الامريكيه ودول الخليج لحال الازمات التي تمر يعني التي المنطقه تمر بها، لان اي حل سياسي في سوريا او في ليبيا في اليمن طبعا الاساس لهذه الحلول سوف يكون العلاقات بين الولايات المتحده الامريكيه ودول الخليج. أشكرك شكرا جزيلا، نائب مدير مكتب التواصل الإعلامي في الخارجية الأمريكية جوشوا بيكر، كنت معنا من داخل منتجع كامب ديفيد في الولايات المتحدة الأمريكية.